هذا تفكير صيدلي. سدود كان مضمونين بدأنا مضمون فيهم اسمهم بيتا لاكتام أنتي بوتكس. والبيتا لاكتام أنتي بوتكس نأخذها البنسل المهم. والبنسل اللي قلنا تفكير صيدلي إنبيت سيلفول سيرفيسز. بس لو فاكرين بقى الكلام اللي قلته كان ليه فيري ولا ليد سيلفول سيرفيسز؟ ليد. انهبت اخر خطوه في تكوين سيلفول اللي هو ترانسبيبتيديشن ريأكشن. وقلت لكم بيشتغل على الجروينج مش الريستنج بيكتيريا. ومعظم انواع البنسلين كانوا بنسلينيز او بيتا لاكتاميز سنسيتيف بقى. مش ينفعوا على البكتيريا اللي بتطلع بنسلينيز اللي هي اشهرهم ستاف كوريس. الا مجموعه واحده كان اسمها بنسلينيز ريزيستنت ريسيرت. وبرضه من الحاجات المهمه اللي قلناها قبل كده واتقالت تاني البنسلين الباسي بتاعه البريد قليل جدا. الا لو في ميليشايتس او لو اديناها في فيري لارج. وكان ايه اهم سايد افكت البنسلين؟ كان الرجي. واخطر نوع من الالرجي كان اسمها انافلاكتيك شوك. تعالوا بقى المجموعه الثانيه اسمها كيفالوسبورينز او سيفالوسبورينز. الكيفالوسبورينز they are bactericidal by the same mechanism as penicillin. يعني برضه inhibit lead cellular synthesis و they are bactericidal. بس بيطلعوا على penicillin they are to some extent resistant للبنسلينيز او البيتا لاكتاميز. بنقسم الكيفالوسبورينز الى فور جينيريشنز. هبتدي بالفير جينيريشن. فير جينيريشن في منهم دراجز بتتاخد اورال زي السيفالكسين السيفرادين وفي انجكشن زي سيفازولين وسيفانتين. برضه مش مهم الاسماء قوي اذا كانوا دول مجموعه اذا قدرنا نحفظ اسم عشان الاورال. لكن ما فيش سؤال هيقول لك مين في دول فير جينيريشن وبيتاخد اورال. لا. ايه بقى الكاركتر بتاع الفير جينيريشن؟ They affect gram positive cocci, pneumococci, streptococci, staphylococci, bulbonococci, with some negative. Proteus, E. coli, Klebsiella. يبقى اذا بيشتغل على الجرام بوزيتيف cocci with some negative. والفير جينيريشن ما بيعندوش السي اس اف يبقوا ما ينفعوش في علاج. نيجي للسكند جنريشن. اورال زي سيفاكلور وسيفروكسيما. انجكشن زي سيفامندول وسيفوكسيتين. كل الاكتيفيتي سبيكترم زي الفيرست يعني بيشتغل بوزيتيف بس خلي بالكم بقى مور نيجاتيف. بنزود الهيموفيلس انفلونزا والنيسيريا الكيلو باكتر وكمان السيفوكسيتين بينفع في الانروبيك. وبرضه ما بيعندوش السي اس اف. يبقى اذا الفيرست والسكند ايه الكاركتر بتاعهم؟ في منهم اورال وفي انجكشن. النقطه الثانيه بيشتغل على جرام بوزيتيف ونيجاتيف بس مع السكند يزيد النيجاتيف. يعني كل ما زود جنريشن بيزيد الاكتيفيتي اكتر عن الجرام نيجاتيف. والاثنين ما بيعندوش سي اس اف يبقوا ما ينفعوش في علاج مانجمنتس. تعالوا بقى للثيرد جنريشن. اورال اسمه سيفيكسيما وانجكشن زي سيفريكسون وسيفوتاكسيم وسيفوبروسون. ده الاكتيفيتي على الجرام بوزيتيف اقل شويه لكن مور نيجاتيف. زاد الاكتيفيتي على النيجاتيف زي سودوموناس و السالمونيلا. هتلاقي كويس. وبيعاقب سيستم. الفور جنريشن ده بيتاخد انجكشن بس اسمه سي في بي ام وده برضه اكتيفيتي اكتر على جرام نيجاتيف وبيعاقب سيستم. يبقى اذا لما تتسال بقى الكبار سكورز اتقسموا لفور جنريشنز اكوردنجلي. اول حاجه سبيكترم. الفيرست كان بيشتغل بوزيتيف وصمي كل ما يزيد جنريشن يزيد الاكتيف بتاع الجرام نيجاتيف. النقطة الثانية باسج تو سي اس اف.
الفيرست والسكند، الثيرد والفورث. الحاجة التالتة ده ريزيستنس للبنسلينيز أو البيتا لاكتاميز. يعني لما تسألوا مين أكتر واحد فيهم ريزيستنت للبيتا لاكتاميز هم الفورث جنريشن. السكند أكتر من الفيرست، والثيرد أكتر من الثيرد، الثيرد أكتر من السكند، والفورث أكتر من الثلاثة الأولين. إيه؟ عشان كده لو خدتوا بالك في الأول أنا قلت لكم الفيرست فورينز they are similar to penicillin لكن they are to some extent more resistant to penicillinase أو beta lactamase. أكتر حاجة resistant to penicillinase أو beta lactamase هما الفورث جنريشن. نيجي للكاينتكس. إحنا زي ما شفنا في منهم أورال وفي منهم إنجكشن. مين فيهم عندي سي سيل؟ ثيرد والفورث دول اللي بيبقوا فعلا مانجوايتس. اكسكريتد عن طريق الكدمي تيبيول زي البنسلين وبرضه البروبيليسين بيقلل الرينال اكسكريشن. Some of them are excreted عن طريق البايل زي السيفبروزول والسيفتراكسون. استعمالاتهم انا في الكيموثيرابي قلت لكم ما بنهتمش قوي باستعمالات اذا كان حاجه تنجح. يعني في سؤال هيجي يوز سكوت. لا. طبعا بيفاق في السيرس انفكشن اسبابها كلاسيلا او الوفر سيكولايزر. بيفاق في الجونوريا. اذا كنت حابين في المنجايتس هندي مين؟ فريكوفوس. نقول اللي بيعمل سي سيل. بيفاق في السباب والستريكوكال انفكشن. انروك انفكشن بنجيس اوكسيتين. يوريلا ريتراكت انفكشن. وتيفويد فيفر بنجيس ثيرد جنريشن. يهمني بقى توكسيستي زي ما قلت لكم توكسيستي مع البنسلين مهمه كمان توكسيستي مع الفيروس كورينز مهمه. اول حاجه في توكسيستي الرجيك رياكشن اي بارسنسيتيفيتي رياكشن زي البنسلين بس خلي بالك تكبر ليس الرجيك فان بنسلين. يعني ايه؟ احتمال الانفلاكتك شوك معاهم اقل من البنسلين. ده المقصود بليس الرجيك. لكن السؤال المهم هل لو لقينا عيان عنده الرجي للبنسلين هل ممكن ادي كيفرس كورين بديل للبنسلين؟ لا. ليه؟ في حاجه اسمها كروس الرجي. كروس الرجي يعني ايه؟ يعني انت عندك الرجي من دراج معين. لو جيت تاخد دراج شبهه يبقى برضه عندك الرجي من دراج تاني مع انك أول مرة تاخد فرق اسمها كروس ألرجي. يبقى ما هماش البديل للبنسلين لو في ألرجي. الكلام ده بيحصل in 10% of patients. ده على فكرة هيرجعني لحاجة كنا قلتها قبل كده كنا قلتها في سيمنس وقلتها في جنرال. فاكرين حاجة اسمها كروس تولرنس؟ اللي هو الواحد يتعود على مادة معينة يتعود على الحاجات اللي زيها. أشهر زي ما قلت لكم المدمنين لما بيجي ندي جنرال اناليسيس. الحاجة التانية نيفرو توكسيستي توكسيك على الكدني وبالذات مع الأقوية التانية توكسيك على الكدني أكتر واحد نيفرو توكسيك اسمه سيفالوكين. الحاجة التالتة الكيفالس فورنز اللي بتاخده أورال ممكن يعملوا جات أبسيت أنوريكسيا نوزيا وفوميتين دايريا سوبر انفكشن بلوميوز. الانترا ماسكولار يحصل تيم ات سايت انجكشن وانترابينس ممكن يعملها ثرومبو في الايس. ده قلناها مع البنسلين. دول كانوا ثلاث حاجات اتقالوا مع السايد افكت والبنسلين. سام كيفالس فورنز يبان بقى لهم انتي فيتامين كي افكت. فيتامين كي مهم عشان الكوربينيشن. انتي فيتامين كي ده بيقللوا البروثرومبين وده ممكن يعمل ايه؟ اللي بيعمل الكلام ده زي سيفامندول والسيفوبراسول. وكمان الكيفالس فورنز دول لهم انتراكشن مع الالكول. يعني ما ينفعش يتاخد الكول معاهم في نفس الوقت. دي اسمها دايسلفرام لايك اكشن. ايه بقى حكايه الدايسلفرام لايك اكشن؟ المفروض ان الفايل الكول بيتحول في الجسم الى اسيتالدهايد. والاسيتالدهايد بعد كده بيتحول لاسيتيك اسيد. الدايسلفرام ده الانهبيتس ميتابوليزم بوب اسيتالدهايد. يعني هيمنع تحويل اسيتالدهايد لاسيتيك اسيد.
فتخيلوا كده لو عيان بياخد تايسال كرام او بياخد فيتاسبورين اللي لها اكشن زي تايسال كرام وخد الكول في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ اسيت الدايت في البلد حصل ايه؟ يزيد، لان المفروض الالكول بيتحول اسيت الدايت، اسيت الدايت بيتحول اسيتيك اسيد، انت قللت تحويل اسيت الدايت اسيتيك اسيد. زيادة الأسيت الدايت في البلد هتعمل ايه بقى؟ هيدك وفلاشنج وفوميتنج وهايبوتنشن. فبالتالي الناس بقى اللي بياخد كتايس فوليز دول يبقى مجموع في نفس الوقت بياخد معاه والدايسلفرام ده دراج اساسا اللي بيديه للناس الالكوهوليكس عشان يبطل يشرب. واحد بيشرب وعايزين يبطل او عامل له ايه؟ اديله دايسلفرام عشان كل ما يشرب يحصل له ايه؟ هيرجع هيبطل يشرب. ايه؟ ده المقصود بدايسلفرامايد. والحقيقه الكلمة ده احنا بنقول الدراجز بيعملوا الكلام ده، دي اول دراج يعمل الدايسلفرامايد هم بعض الكيتالسبوريز. الكيتالسبوريز مهمه زي البنسلين ممكن، لكن دي دراج بنستعملها. من ضمن البيتا لاكتام ده في مجموعه اسمها كاربابينمز مفيش دعوه بيهم، ومجموعه ثانيه اسمها مونوباكتام برضه مفيش دعوه. لتأكيد الكلام اللي قلته كله، معظم انواع البنسلينز ار بنسلينيز او بيتا لاكتاميز سنسيتيف ما عدا مجموعه واحده كان اسمهم بنسلينيز ريزيستنت. طيب لو انا عندي انفكشن نوع من البكتيريا بيطلع بنسلينيز زي اشهرهم دلوقتي النوع اللي فاتت ستاف اوريس، وعايزين ندي بنسلين ممكن ادي نوع واحد من البنسلين اللي هم البنسلينيز ريزيستنت زي الاوكساسلين او بروتاسلين. اول حاجه الثانيه اللي انا قلت عليها المره اللي فاتت هو المشكله اللي النوع ده من البكتيريا بيعمل ايه؟ بيطلع انزيم بيعمل inactivation للبنسلين. طب ما ادي مع البنسلين دراج يعمل ايه؟ انهبت الانزيم. ففي مجموعه اسمها بيتا لاكتاميز او بنسلينيز انزيم انهبيتورز، دول مهمين جدا. ودول ثلاثه وانا قلتهم المره اللي فاتت. الافيرانيك اسيد، سلفاكتام، اند تازوكتام. زي ما قلت دي مش انواع من البنسلين، لا دي دراجز بنديها تو انهبيت البنسلينيز او البيتا لاكتاميز انزيم. They have no antibacterial action لكن بيتاخدوا مع البنسلين او كيفالسبورينز علشان يعملوا انهبيشن للانزيم البكتيريا اللي طلع. واظن احنا المره اللي فاتت قلنا اشهر حاجه بتحضرها اوجمنتين هو عباره عن ايه؟ عباره عن اماكسيسلين حطينا معاه كلافيرانيك اسيد. ليه حطينا معاه كلافيرانيك اسيد؟ تو انهبيت البنسلينيز انزيم او البيتا لاكتاميز انزيم. او بندي امبسلين ونحط معاه سلفاكتام والكومبينيشن ده اسمه يوناسيما. يبقى مهم قوي مين هم البيتا لاكتاميز انزيم الهبيتورز. ودول ثلاثه زي ما قلت كلافيرانيك اسيد سلفاكتام لاكتاسوباكتام بنديهم مع البنسلين او مع الكيفالسبورينز تو انهبيت البيتا لاكتاميز انزيم. نيجي بقى لمجموعه ثانيه مش سيمبول اللي هو البانكوفيسيا. اللي فاتوا كانوا بيتا لاكتام اللي خدنا منهم بنسلين والفاسفورينز، بس دول بيشتغلوا على الليد سيل وول سينثيسيس. البانكومايسين ده بكتيريسايدال انهبيتس ايرلي سيل وول سينثيسيس. الخطوات الاولانيه في تكوين السيل وول مش اخر خطوه في تكوين السيل وول. البانكومايسين از نوت ابسوربد اورالي يبقى لازم يتاخد انجكشن. هدي انجكشن ازاي؟ انترافينس انفيوجن. عارفين انفيوجن يعني ايه؟ يعني ايه دراج يتاخد انترافينس انفيوجن؟ انفيوجن يعني بسرعه؟ اه انفيوجن يعني مع محلول، يبقى سريع ولا بطيء؟ لا بدل ما تتاخد مع محلول. أنا لو عايز أدي حاجة أي دي بسرعة بعمل إيه؟
اديها اي في انجكشن مش كده. لكن لما اكون حاجه عايزه فيها بيت بطيء يبقى لازم تتاخد انفيوزر زي نقل الدم كده. ونقل الدم احنا بنعمله ازاي؟ يعني هو في حقنه كده بنعبيها دم ونديها لعين فلوريد ولا بنتحط في جهاز برضو؟ فده بيتاخد اي في انفيوزر. في علاج ايه بقى؟ في علاج المرسى. فاكرين المرسى دي اختصار ايه؟ بتسلل ريزيستنت ستيرويدز. كمان دنتال بيشنتس اللي عندهم مشاكل في البار وهنعمل اي دنتال بروسيجر. كمان ممكن اديهم بديل البنسلين لو في الرجي. واحد عنده الرجي البنسلين فبدل البنسلين هندي فاكس. الحالات دي كلها هيتاخد ازاي؟ انفيوجن. لو خدناه اورال ده انا قلت ات از نوت ابسورد من الجي دي يبقى هيشتغل لوكال على البكتيريا اللي موجوده في الكارت. والاستعمال الوحيد له لوكال التريتمنت اوف سودو ممبرينوس كولايتس. مهم جدا. سيفير انفلاميشن ان كولر اللي بيحصل نتيجه نوع معين بكتيريا اسمها كوليستيريديم بيتسي او استفيد اسمها سودو ممبرينوس كولايتس. ونحكي لها المره الجايه ان شاء الله هي سايد افكت لواحد من الانتي بايوتكس هنقوله المره الجايه. يبقى دراج ده علشان يعمل سيستميك انتي بكتيريال اكشن لازم يتاخد اي في انفيوجن. اذا اتاخد اورال يبقى لوكال افكت عن جي اي. ايه اللي عمله؟ هو بيتاخد انفيوجن اي في يبقى ممكن يعمل فيلبايتس انفلاميشن في المكان اللي انا اتحقنت فيه يعمل راش او فيفر يحصل منه نيفروتوكسيستي او توكسيستي عن كدني واوتوتوكسيستي توكسيك عن بير. يجي بقى السؤال اللي دايما بيسال فيه انا قلت بيتاخد ازاي؟ يعني سريع ولا بطيء؟ لو اديناها بسرعه بيعمل مانسل فيتنس اوف سكن نتيجة ريليس اوف هيستامين انسكن. وده الدراج الوحيد اللي عليكم اللي بيعمل ريد مان سيلفون. في واحد زيه اسمه بايكوبلاندين. بايكوبلاندين زي الفابومايسين بس الفرق ده ان لونجر ديوريشن وكود دي جابت انترامسكلر بيتاخد بايس بر دي انترامسكلر. طبعا عيب الاثنين دول انهم اكسبنسر ادويه غاليه سواء البانكومايسين او البايكوبلاندين. طيب مش انا اخترت البانكومايسين بستعمله في تريتمنت اوف مرسى؟ لقينا مع استعماله ده سبسترينز اوف ستاف بقت ريزيستنت كمان للبانكومايسين. سميناهم ايه بقى؟ هي مرسى دي اختصار ايه؟ ريزيستنت ستاف اوريز. طب لو ريزيستنت كمان للفانكومايسين يبقى اسمه ايه بقى؟ نفس الابريفيشن بس بدل الام هناخد دي يبقى اسمها فيرسا فانكومايسين ريزيستنت ستاف فورس. كده خلصنا دراجز ويتش افكت ايه؟ سيل وول سينثيسيس اللي كانوا الاثنين سايلنت بس الفرق البيتا لاكتان ليت والبانكومايسين بتاكلانين ايرلي سينثيسيس. تعالوا بقى الدراجز ويتش انهبت بروتين سينثيسيس. اول مجموعه فيهم اسمهم تتراسايكلينز. تتراسايكلينز دول برود سبيكترم. برود سبيكترم يعني زي افكت وايد رينج بتكون بوزيتيف ونيجاتيف اكيد. ده كمان ريكاتسيا كلاميديا وكوليرا الستايروكيتس والنيما بلدم والمايكروبلازما وكمان علاج اميبيزيس. واظن هنا بدات بس الحاجه المايكروبلازما ده نوع من البكتيريا فما كانش ينفع علاجه باي حاجه من اللي فات لان اللي فات كان بيشتغل على سن ميكانيزم تتراسايكلينز بكتيريا ستاتيك يعني ستوب بكتيريا كروس باي افكتنج بروتين سينثيسيس through
action on 30S ribosomes. The bacterial ribosomes المعين 30S و 50S. ده بيشتغل على 30S ribosomes. بنقسم بقى التتراسايكلينز لمجموعتين. أول مجموعة تتراسايكلين، كلور تتراسايكلين، أوكسي تتراسايكلين. الثلاثة دول الـ oral absorption is not complete. إيه أهمية إن الـ oral absorption is not complete مع antibiotic؟ دي أهميتها إيه؟ أهميتها حاجتين. يبقى دراجز دي لما أديها oral وأديها injection، هل هتبقى نفس الدوز oral هي نفس injection؟ لا طبعا، الـ oral أكتر. حاجة تانية، بما إن الـ oral absorption is not complete يبقى في بس هيستنى فين؟ في اليوم بتاع جي اي تي هيأثر على الفلورا فممكن يعمل سوبر انفكشن. ايه؟ الاورال ابسوربشن از نوت كومبليت وكمان ده حاجه قلناها في فارما 1 الابسوربشن بتاعهم في ال بالكالسيوم بالالومنيوم والايرون وده سؤال جالكم المفروض فارما 1 لما قلت لكم ايه علاقه الملك الابسوربشن بتاع التتراسايكلين. الملك بيقلل الابسوربشن بتاع التتراسايكلين لان الملك فيه كالسيوم بيمسك التتراسايكلين ويمنع الابسوربشن. التتراسايكلينز اللي قلتهم دول duration about 6 hours فبيتاخدوا 4 times per day و they are executed عن طريق الكدري ما بيعدوش ال blood brain barrier. في بقى المجموعة التانية doxycycline. Doxycycline complete oral absorption. Long duration. Executed field مش عن طريق اليورين، executed عن طريق البايل، وكلام ده مهم جدا. Long duration فبيتاخد once per day. طبعا بما انه ما executed عن طريق البايل مش عن طريق اليورين، يبقى متخيلين كده لو عيان عنده رينال فيلير محتاج اديله انتي بايوتيك ندي تتراسايكلين ولا دوكسيسايكلين؟ It is not dependent on renal elimination. Executed عن طريق البايل. في طريقه ثانيه بيطلع بيها من الجسم وبالتالي ممكن اجيب ناس اللي عندهم رينال فيلير او اللي عندهم انيوريا. تتراسايكلين انا كنت بصي الدريك قليل جدا مع واحد فيهم اسمه ميروسايكلين مش مهم. بعد الابسوربشن ده هيبقى ديستريبيوتد فين؟ في الاماكن اللي فيها كالسيوم او بيروح يمسكوا مع الكالسيوم والكالسيوم بيسموه في ايه؟ بوزيتيف. ده برضه من ناحيه الجدول حاجه اسمها سيلكتيف ديستريبيوشن. بعض الادويه بتمسك في اماكن معينه بالنسبه لكم بقى اهميته في بيعملوا يلو بيت بيجمنتيشن الكلام ده مهم جدا. يبقوا بيبقوا هايبر كونسنتريت طبعا الليفر كدني والهارت والبونز طبعا بس عملوا في different infections مايكوبلازما كلاميديا سيفلس وجنوريا سينوسايتس برونكايتس بيفرق علاج الاميبا علاج الكوليرا والباسيلريتس برضه الاستعمالات مش مجال اساسي لكن هي جميله جدا جدا أول حاجة جي اي تي ريديشن أنوركسيا نوزيا فوميتين الكون ممكن يعملوا ريديشن على اللور اند سوكلس يعملوا انسريشن في اللور اند اوف سوكلس. افتكروا بقى بدل بيعملوا جي اي تي ريديشن يبقوا يتاخدوا على معدة فاضية ولا مع الأكل بس مش مع الميلك برودكتس. ليه؟ ميلك برودكتس فيها كالسيوم هيمسك مع التتراسايكلين يمنع الابسوربشن. ده كلام مهم. يبقوا بيتاخدوا with beers لكن not with dairy products. Dairy products اللي هي منتجات الالبان. حاجة تانية النون يوز هيأثر على الفلورا اللي موجودة في جي اي تي فممكن يعمل سوبر انفكشن. السوبر انفكشن ممكن تبقى بكتيريا او عندك واظن دي خدتوها في الباب حاجه اسمها مونيليزس او كانديديزس بتبقى كتير قوي نتيجه لونج يوز اوف
broad spectrum antibody. ده كمان لما يأثر على الفلورا في الانتستين، الفلورا دي بتكون فيتامينز، لو فيتامين بي فيتامين كي، يبقى اللونج يوز بتاع التتراسايكلين ممكن يعمل فيتامين بي وفيتامين كي ديفيشنس. عشان كده دايما في حاجه كده عند عامه الناس يقول لك ايه، لما تاخد انتي بايوتيك خد معاه فيتامينز، لانه المفهوم ان الانتي بايوتيك هيأثر على الفلورا اللي بتكون الفيتامينز عندنا في الجبل. طبعا الحاجه الخطيره بقى انه هيمسك مع الكالسيوم في الكيفه، فبيعمل يلو جراوند بيجمنتيشن. عشان كده قلناها قبل كده، يبقى اوعى تدي تتراسايكلين في مراحل تكوين الاسنان. اهم نوع تشيلدرن و لاكتيشن وبريجنسي، كانت مهمه جدا. كمان تراتوجينيك، ودي قلناها برضه قبل كده، الادويه اللي ممنوع تتاخد دورين بريجنسي وبالذات الايرلي بريجنسي، ممكن يحصل منهم الرجيك ريشن، سكيل ريش، فوتو سنسيتيفيتي. They are hepatotoxic especially during pregnancy. أظن ده في أكثر من سبب من الأدوية ممنوع تتاخد في pregnancy. إذا بتاخدوا بقى وكانوا أول ديت إكسباير بعد التاريخ، تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعتهم. توكسيك أون كيدني، عملوا حاجة اسمها فاليكوري سيكوم، وده تاني سندروم من شوية كتبوا تريتمنت سندروم اللي بيحصل نتيجة رابيد ادمنستريشن اوف فانكوماس، والتاني فانكوري سندروم اكسباير تتراسايكلين توكسيك عن كده، بيعملوا بروتينيوريا، امينو اسيدوريا، اسيدوزيس، بوليوريا وبوليداسيا. طبعا اللي منهم هيتاخد انتراماسكولار هيعمل بين اكسات انجكشن، والانترافينس هيعمل اريتيشن، يعمل فروغ في الباس. دي الادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل من تتراسايكلز، والتتراسايكلز سايد افكتس. المجموعه اللي بعد كده اسمها امينو جلايكوزايد انتي بايوتكس، ودول مطلوب فيهم خمسه. الاولاني اسمه ستريبتومايسين، جنتامايسين، توبرامايسين، اميكاسين، نيومايسين. الخمسة دول أو الأمينوغلايكوزايد in general they are more active in alkaline medium. كل الميديم مكان alkaline الأكتيفيتي بيزيد. وذي ار ووتر سوليبل. تفتكروا بقى بدل ووتر سوليبل يعدوا البرين ولا ما يعدوش؟ ما يعدوش. اللي يعدي البرين لازم يكون ميكانيزم. They are bactericidal. Inhibit protein synthesis by affecting 30S receptors. بس النقطة المهمة بقى. دخول الجول بكتيريا سيل محتاج أكسجين. We were transported inside bacterial cell by oxygen dependent reaction. وبالتالي هل ينفعوا بقى في الأنروبيك انفكشن؟ Remember, they are not active against animals. ما ينفعش علاج الانروبيك انفكشن بالامينوغلايكوزايد بروتوكس. النقطة الثانية بقى، لو ادينا معاهم بنسلم وما بيتا لاكتام انتيبوتيك بيحصل سينرجيزم. فاهمين سينرجيزم يعني ايه؟ واحد زائد واحد هو اكتر من اثنين. عشان كده ساعات في السيريس انفكشن بنعمل كومبينيشن من امينوغلايكوزايد مع بنسلين زي حالات الانتروباكس، لان البنسلين بيعمل ستراكشر للسيلول فيزود الافكت بتاع الامينوغلايكوزايد. فيري جاردينج ميكانيزم اوف اكشن سايكل 30S ريبوزومز ما ينفعوش في الانيرويك انفكشن، دي ار سينرجيستيك مع البيتا لاكتام انتروباكس. تعالوا بقى للسبكترا. Activity mainly on gram negative vesicle. اشتغل على البروتيس والايكولاي والاسيلا والسودوموناس وسام بوزيتيف.
ستاف وستريبتوكوكس فيردنس وفيجنس. يبقى الاكتيفيتي مين على الجرام نيجاتيف البوزيتيف قليل جدا. وفي بعضهم كمان بينفع في التريتمنت اللي اختارها بعضهم انتي ديبريسنت كايناتكس. They are not or poorly absorbed orally. يبقى لازم نديهم ازاي؟ طب اذا خدناهم اورال يبقى لوكال في علاج انتي سبينال انفكشن. الكلام اللي انتوا بتقولوا لو حاجه ايه اورال ابسوربشن از نوت كومبليت يبقى ممكن ندي اورال بس فرعه كبيره، لكن ده الابسوربشن بتاعهم اورال قليل جدا جدا. يبقى لو خدناهم اورال يبقى لو في انفكشن في الدكتور حالات الماسكوليتس لوكال افكت على الجايكي. الباوند البروتين اباوت 10% يبقى معظمهم فري. ما بيعدوش البلاد برين بارير. لان انا قلت دول ووتر سوليد ما هماش ليفل سوليد. اوكي؟ لكن بيعدوا البلاسينتا بارير. يبقوا ما يتاكلوش دورين بريجنسي. اوكي؟ اكسكريتد عن طريق الكدني فلوري لاين. يبقى لو في رينال فيلير لازم نقلل الجرعه اللي بتديها. طيب هايلي بقى ديستريبيوتد او كونسنتريتد في مكانين زي ما قلنا كده التتراسايكل اللي بتروح تمسك في الاماكن اللي فيها كالسيوم المايكروزايت بيروحوا يتركزوا جدا في مكانين اندولامب بتاع الانر اير ورينال كورتكس. فاكتر ليفل موجود في مكانين الكورتكس بتاعت الكدني والمكان الثاني في الانر اير وده يفسر بقى التوكسيس بتاعتهم على المكانين. They are autotoxic يعني toxic on incipient nerve. وال damage بتاع incipient nerve بيعمل حاجتين بيعمل deafness سمع يقل وvertigo دواف كله مهم جدا. وللاسف النيوروتوكسيستي دي irreversible عشان كده اي عيان بياخد امونيوم جلوكوزايد لو بدا يشتكي انه بيجيله دوخه او سمعه بدا يقل يبقى لازم نبطل نيوروتوكسيستي. لازم وقت الدامج از irreversible. وطبعا التوكسيستي دي ريليتد لايه؟ الدوز اللي بديها فيه والديوريشن فيها. كل ما زودنا الدوز اللي بديها وطولنا فتره التريتمنت التوكسيستي هتزيد او لما بيتكبوا مع الاذر توكسيك دراجز على الاير. انا لسه قايل لكم البانكومايسن توكسيك على الاير. فبانكومايسن مع امايو جلوكوزايد يبقى توكسيستي ده اول سايد افكت مهم. الحاجه الثانيه بقى نيفروتوكسيستي توكسيك اون كدني. ممكن يبقى فيه مايلد رينال امبيرمنت لكن ممكن توصل لدرجة رينال يوبلر نيكروزس يحصل دامج في رينال فيورز والبشرة يعني في رينال فيورز والكلام ده مهم. الحاجة الثالثة نيورو ماسكلر بلوكينج افكت سكليتال ماسل ريلاكسيشن يا اما بيأثروا على ريليس ماسكلين او بيأثروا على ريسبتور فبيحصل ويكنس الماسلز. الحاجة الأخيرة انا ممكن استعمله بلوكر على السكيل. الديومايسن ده واحد منهم اللي لما بحط لوكر على السكيل ممكن يعمل اليرجي رياكشن في المكان اللي انا حطيته فيه دي اسمها كونتاكت ديرماتايتس. كونتاكت اللي هو المكان اللي حصل فيه كونتاكت مع السكيل وديرماتايتس اللي هو انفلاميشن في السكيل. يبقى كونتاكت ديرماتايتس احسن من كيميكس. نبتدي بقى بالسيرتومايسن ده اول واحد فيه برضه ده بكتيري سايتال على الجرام نيجاتيف وسب بوزيتيف بكتيريا لكن بكتيري ستاتيك ان تي بي. هنبتدي في علاج ايه؟ ينفع في علاج التي بي وفي علاج الميكاردايتس. ليه بيوقعوهم؟ بس الحالات دي هتاخد ازاي؟ انجكشن از نوت ابسورب اورال. طب واذا خدناهم اورال يبقى في علاج انتستاينال انفكشن. اورال يبقى لوكال افكت على الجايت. علشان يعمل سيستميك اكشن يبقى لازم يتاخد انجكشن. طبعا عيبه ايه؟
على الحاجات اللي قلتها. اوتو توكسيك، نيفرو توكسيك، و سكريتال ماسل ريلاكسر او نسميها كوراري لايك اكشن. الثاني اسمه جنتامايسين. جنتامايسين از جيفن ايذر انتراماسكولار او انترافينوس. التريتمنت اوف يورينري تراكت انفكشن. معظم اليورينري تراكت انفكشن بيبقى سببها جرام نيجاتيف اسبار، وده شغال على جرام نيجاتيف. حاجه ثانيه نمونيا او سبسس اللي برضه سببه جرام نيجاتيف بكتيريا. الحاجه الثالثه في علاج اندوكاردايتس. وفي الغالب بنجيب مع البنسلين، ودي اللي انا قلتها اللي هي السيناجيزم. فانا قلت بديهم مع البنسلين بيعمل لي سيناجيزم. انا قلت بيعمل لي سي اس اف ولا ما بيعملش؟ لكن ممكن اديه في علاج المنيجايتس. ازاي؟ مع انه ما بيعديش. لا هو لو بيعدي الانفليشن هنقول انه بيتلاقي بنسل. في الحاله دي بقى ما يتاخدش الا انتراثيكال. عارفين انتراثيكال يعني ايه؟ فتوى في اللاب يعني جوه السي اس اف. ما بيعديش هنحطه جوه السي اس اف سباينال كورد. انتراثيكال زي ما بندي سباينال سي جي اللي هو البنج الريسكي بنديه في الفلويد اللي موجود جوه السي اس. يبقى معايا ما بيعديش لكن ممكن يتاخد في علاج الميزايتس بس هنديه التروفين. طبعا مع الادويه الجديده بقى اللي بتعدي مفيش داعي بقى ان انا ادي جلطه مايسن التروفيكال دايما عندي كتار سبونج اللي انا قلتها من شويه الثيرد فورس بيعدي. فبدل ما اقول اكل حاجه التروفيكال طب انا عندي انتي بودكس بتقدر تعدي سي اس اف ودي ار فيري افكتد ان تريتمنت اوف الميزايتس. وممكن طبعا اخدهم لوكال على اي او لوكال على سكيل. سكيل انفكشن او اي انفكشن. ايه عيبه؟ اوتو توكسيك ونيفرو توكسيك وكوراي لايك انفكشن. اللي زيه كمان اسمه توبرامايسين واميكا سين. زي الجنتامايسين لكن بيبقوا مور اكتف عن الجنتامايسين. اللي فاتوا دول كلهم بنجيبهم ازاي؟ انجكشن عشان يشتغل سيستم. واذا خدناهم اورا يبقى الافكت عشان مش كده؟ الميسن بقى it is not available for injection. ده ما بيتاخدش الا لوكال اوري. ليه؟ الاوتوتوكسيستي والنيفوتوكسيستي احتمالها كبير. عشان كده مش عايزين نخش في الريسك دي. فمفيش نيوميسن بيتاخد انجكشن. استعمل لوكال بس. لوكال اون اي. فعلاج الاي انفكشن. لوكال اون سكن. سكن انفكشن او فعلاج الحروق بيرز. وناخده فعلاج انتستاينال انفكشن. لوكال افكت على الراي. احيانا في بعض العمليات محتاجين الانتستين تبقى استرايل، مش عايزين بكتيريا تبقى موجوده في الكارديولوجي. عايزين نموت البكتيريا موجوده في الكارديولوجي، فبندي نيومايسين كور. ده بنعمل بيه سترايليزيشن. تعقيم للانتستين ان سم اوبريشنز. نيجي كمان استعمال مهم قوي للمعلومات كلها. الناس اللي عندهم فشل في الكبد. عنده ليفر فيلر. بيخش فيه غيبوبه. غيبوبه نتيجه فشل في الكبد. الغيبوبه دي بسببها ايه؟ في اي واحد طبيعي فينا في الانتستن البكتيريا الموجوده في الانتستن عندنا بتكون امونيا. الامونيا دي المفروض بتروح على الليفر تتحول الى يوريا. بتخلص منها عن طريق ايه بقى المشكله في اللي عنده ليفر فيلير؟ الأمونيا مش هتتحول يوريا. توصل تعمل ديبريشن عندي. يبقى السبب الأساسي للناس اللي عندهم فشل في الكبد وبيخش غيبوبة هو الأمونيا اللي بتوصل للبرين. طيب هو السؤال هو الأمونيا دي مين اللي كونها؟ البكتيريا اللي موجودة فين؟ تسلا. طب لو احنا خدنا نيومايسيل كورة هيعمل ايه؟
هيموت البكتيريا. يبقى كده هنعمل تكوين. عشان كده ده من الادويه اللي بتتاخد الناس اللي عندهم ليفر فيلر. اللي عنده مشاكل في الكبد بياخد يوميسين كورا عشان يمنع تكوين الامونيا وبالتالي اقلل احتمال ان يخش فيه الباد. لما تتسال ده ايه السايد افكتس بتاعته؟ محدش يقول ده اوتو توكسيك ونيفرو توكسيك. لانه ما بيتاكدش سيستم خالص. طب السايد افكتس بتاعته ريليتد للحته اللي انا بديه فيه. اورال هيعمل جات ابسيت وسوبر انفكشن وجات ابسوربشن سيندروم. طب لو حطه لوكال على السكن هيعمل انا قلت اول كونتاكت ايرمايز. لكن ما نقولش معاه لا اوتو توكسيستي ولا نيفرو توكسيستي. نيجي بقى للكلوروفيل فول. اخر واحد. كلوروفيل فول ده برود سبيكترم. افكت وايد ايج اوف جرام بوزيتيف اند نيجاتيف بكتيريا بريجنسي. It is bacteriostatic. Inhibit protein synthesis by affecting 50 S ribosomes. اللي برضه اول اثنين كان على 30 S. بس واحد منهم استاتيك اللي هو تيتر سايكلين تاني سايكل. كلوروفيل فول از باكتيريستاتيك. بيتاخد اورال اور انجكشن. ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي. فبيعدي سي اس اف. يبقى يرجع حالات ديجايس. ميتابلايز باي كونجوجيشن ويب كلوكترونيك اسيد اكسكريتد ان يورين اند بايل. يا ترى استعمالاته في ايه؟ زمان كان من اهم الدراجز في علاج حاجتين. تايفويد فيفر. كان نمبر 1 في علاج التايفويد هو كلوروفيل فول. الحاجه الثانيه المنيجايتس او النمونيا اللي سببها جرام نيجاتيف بسيلاي اللي هي مورفيس. الحاجه الثالثه ينفع في الانروبيك انفكشن. أنيروبس لأنه ممكن ينفع فيه يشتغل أنيروبس عكس الأمينو جلايكوسايكل كول. ديكنسل ديزيزز ممكن ينفع في البرين أبسس. الحقيقة استعمال دلوقتي ده فيري ليمتد. لوكال على الأي ولوكال على النفس. عشان إيه؟ عشان التوكسيس بتاعه. في علاج المنينجايتس اللي أنا قلته من شوية في الفيروس كويس أحسن من دلوقتي. الحاجة الثانية تايفويد أنا قلت النهاردة في فيرس كورنس بتدفع تايفويد هو الثيرد جنريشن وبعد كده هنقول الحاجات الثانية بتدفع تايفويد ولو فاكرين قبل كده كنا قلنا الأمبسيل والأكسس اللي بيرفع في تايفويد لكن زمان كان كلوروفيل فول هو نمبر 1 في علاج تايفويد. ليه بقى استعمالاته بقت فيري ليمتد؟ توكسيستي بون مارو ديبريشن اسمها أجرانيوسايت بيقلل عدد الجرانوسايتس اهمهم اليوتوكينز وطبعا اليوتوكينز لما تقل الفيس في جريس بتاع الجسم تقل فيزيد احتمال الانفكشن عشان كده استعمال بقائيا جدا يبقى اول ما يتقل كلوروفيل فول اول واهم توكسيستي بون مارو ديبريشن او بنسميها اجرانوسايتس. الحاجه الثانيه لو اتنحت الاطفال البريماتور طفل حديث الولاده والناقص اللي نازل قبل معاده في منتهى الخطوره الكلوروفيل. ليه؟ في البريماتور يبقى لا الليبر انزيمز شغاله كويس ولا الكيدي شغاله كويس. فالليبر تعتقد في البلوك هيزيد. زياده بقى في الاطفال البريماتور هتعمل ايه؟ فوميتنج، دايريا، ديهايدريشن، هايبوتنشن، اش كلر اوف سكين، اش اللي هو الرماد. عشان كده السيمبتوم ده سموه ايه؟ جراي بيبي سيمبتوم. عشان كده الراجل ده ممنوع يتاخد في الانفانتس وبالذات الكليماتيك. يبقى كلوروفيل فول اهم حاجتين فيه هو مارو ديبريشن ادي واحده والحاجه الثانيه جراي بيبي سيمبتوم اذا اتاخد في الكليماتيك. طبعا بيعمل جاب ابسيت وسوبر انفكشن يحصل منه الرجيك ريأكشن يحصل منه فيتامين بي وفيتامين كي ديفيشنسي. ايه؟
interactions بقى وده اتقال قبل كده برضه في الجنرال فارماكولوجي it is enzyme inhibitor inhibit التوازن ذات الليفر فيعمل ايه في الافكت على الاذر دراجز اللي العيان بياخدها في نفس الوقت يزود ودي مهمه جدا it is enzyme inhibitor it will increase effect of other drugs اشهرهم وارفارين اللي هو الاورال انتي فايرال اهميه الكلام ده كلينيكالي بقى لما يجي يكتب ورق في كل عيان لازم يساله عن ادويه ثانيه اذا كان بياخدها في نفس الوقت ولا لا لان في ادويه معينه لو بياخدها في نفس الوقت الادويه دي تاثيرها بيبتدي النقطه الثانيه انا قلت لكم الدراج ده بكتيري ستادي مش كده؟ الامينو جلوكوزايد بكتيري سايدا تتراسايد للبكتيري ستادي بنسال سايدا احنا ساعات بنحتاج ندي اكثر من انتي بايوتيك مع بعض ندي اثنين او ثلاثه لما ادي اكثر من انتي بايوتيك فبندي ستاتيك مع ستاتيك او سايدا مع سايدا لكن غير مستحب ان ندي سايدل مع سايدل لو اديت سايدل مع سايدل السايدل مش هيشتغل ليه بقى؟ هو بكتيري ستاتيك يعني بيوقف نمو البكتيريا وسايدل بس لو بكتيري بقى السايدل عشان يشتغل محتاج بكتيريا تبقى ايه؟ اندرلاين وبرو مش كده؟ الستاتيك بيعمل ايه؟ بيوقف نمو البكتيريا يبقى لما السيرف تكتيري تدي سايدل في وجود ستاتيك السايدل شوفوا الاسبوع الجاي ان شاء الله بالنسبه للكويز الكويز ده هيبقى الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي فيه يومين اجازه حتى يومين اجازه انتوا بقى الاسبوع اللي بعده